عبد الله اوف بدوسي هو السي عبد الرحيم التونسي عبد الله اوف واللي قلناها ما غاديش حتى حاجه ما غادي ما غنخلصوا بها لان عبد الله اوف وسبقنا كامل وبغيت الفنانه كامل في المغرب اب ديال الكوميديا اب ديال هو اللي ورانا كيفاش الجولات في المغرب كيفاش كيداروا ديال المسرح عبد الله اوف اسم كبير كان كيعرفوا والدينا وجدودنا ووليداتنا كلشي كيعرف عبد الله اوف الفقدان ديالو ماشي ما درناش غير حنايا الاسره الفنيه حتى الاسره الصغيره ديالو والمغاربه كاملين ضروا بالوفاه ديال عبد الله اوف الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقة القبور إن لله وإن إليه راجعون. آخر لقاء وأخويا آخر لقاء كان عندي معاه هو كان لقيته في الرباط جايبو ولدو في الطوموبيل كان ديك الساعة ما بقاش كيشوف صافي عبد الرؤوف فقد البصر فقد البصر وتحت حتى عيا صافي بزاف ما عرفني غير بالزز باش تعرف عليا هذاك هو كان آخر لقاء وكنت كنتعيط أنا وولدو ديما مرة كنتعيط أنا وياه وكنسول فيه. نعم لا انا اخر عمل مع عبد الرؤوف هو سلسله الفكاهيه اللي كنا درنا مع دوزان اللي هي اوف عبد الرؤوف انا وياه وكمال كاظمي مستوي الله يرحمه هذيك هي اخر عمل درت معاه انا واش نقول لك لا اله الا الله ما استحضرتهاش الله يرحمه اخيره ولا غير كثير في الساعه الفنيه ماشي عطاك كثير عطاك كل شيء وهذا دي سنه الحياه هذا كبرنا معاه هذا ماشي غير انتم راه والدينا ملي كدي الا سولت با تيقول لي انا كبرت معاه ما عرفناش هذاك السيد شحال في عمره واش 140 عام ولا 150 المهم كيبقى رمز من رموز وهرم من اهرامات ديال الفن في المغرب الله يرحمه والله يوسع عليه ضيقة القبور شكرا يقولوا بان هذه بدايه السنه ديال 2023 دخلت بشي حويجات اللي ماساويه من بينهم وفاه ديال المرحوم عبد الرحيم التونسي ولكن هذه هي سنه الحياه لكل لقاء فراق كل بدايه نهايه فنتمنى من العلي القدير الرحمه والمغفره لهذا الرجل هذا عبد الرحيم التونسي كان من الفنانين الحمد لله اللي اللي اللي, اللي كيحبوا الخير للجميع وتعاملت معاه في عده اشياء اللي احترمه واقدره وانا اللي غنقول يعني امام المنابر الاعلاميه بان سعدات وليداته سعدات الزوج ديالو علاش؟ لان كان في كل زياره الا مهتمين به واحد الاهتمام ما نعاودش لكم يعني بزاف 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 فالله يرحمه والله يصبر وليداته وشكرا جزيلا. سي شوقي اخر لقاء هو واحد البرنامج صورته معاه سميتو الفراق صعيب اللي غتثبت باقي ما تبتتش حتى حلقه ديالو هو اخر لقاء كان معاه وقال لي انا راه ما كنخرجش بزاف هاد الخارجات وبالعكس مسكين رحب بالبرنامج وكان معنا في برنامج الفراق صعيب وهذه هي الكلمه الفراق صعيب يعني الله يصبر العائله ديالو وشكرا جزيلا. الطرائف اللي ما تنساهاش عبد الرؤوف يعني كله طرائف عبد الرؤوف مدرسه ديال الفكاهه المغربيه اذا كانوا المصريين كيقول لك حنا عندنا الاهرام فحنا عندنا الجبال الشامخه عبد الرحيم التونسي يعني مدرسه لما كنقول مدرسه يعني الصغير كيضحك والكبير كيضحك فهاد الرجل هذا ما يمكن الا نقولوا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يا ربي في هذا النهار ان لله وانا اليه راجعون. شكرا مولاي.